مين تاني في الزمالك هيبقى موجود؟ يعني لو هنتكلم على ناصر ماهر لانه ليه قصه واضحه ملنكه شويه مع الاهلي يا كريم. ناصر ماهر في البدايه كانت رغبته الاساسيه طبعا التعاقد مع الزمالك. ليه؟ لان المكالمه اللي جمعته بكابتن احمد سليمان اللاعب قال له نصا يا كريم انا عايز فريق جماهيري وعايز اعوض اللي حصل فيا في الاهلي، نصا الكلمه دي اتقالت من ناصر ماهر، وبالتالي ناصر ماهر كل قال طبعا ان هو تنازل عن جزء من مستحقاته لدى مودرن فيوتشر عشان يتمم انتقاله للزمالك، لكن المبلغ اللي ما اتقالش ان ناصر ماهر تنازل عن ما يقرب من 6 مليون جنيه من اجل الانتقال للزمالك. هو شايف ان الفتره الاخيره اللاعب محتاج دعم جماهيري اكتر، محتاج يثبت للناس ان فترته في النادي الاهلي ما كانتش فتره سيئه وكان يستحق فرصه اكبر، وبالتالي ده اللي دفع الزمالك ان هو يستغل حماس اللاعب ويتعاقد معاه. في صفقه تاني طبعا اللي كانت مفاجاه شويه او ما كانش الاسم مطروح كان هو زياد كمال لاعب انبي، الصفقه خلصت ب 30 مليون جنيه. اللاعب ده من اختيار كابتن معتمد جمال، هو يعني اللاعب ما كانش فيه حسابات اداره الزمالك لكن معتمد جمال هو اللي شاف اللاعب وقال انا اللاعب ده هيفيد الزمالك مستقبلا. طيب لو هنتكلم على اللعيبه المحترفه تحت السن، خاصه ان في موتيابا لاعب منتخب اوغندا وفينيسيوس سوزا اللاعب البرازيلي، خليني اقول لك ان فريق السكاوتنج هو المسؤول عن الملف ده بالكامل، ان هو يبحث عن لعيبه تحت السن تفيد الزمالك، لعيبه زي على غرار كده لامين كامارا اللي تألق مع منتخب السنغال طبعا في كاس الامم. فموتيابا وقع طبعا على عقد لمده 4 مواسم ونصف، واللاعب اتقدم من فريق السكاوتنج تقرير فني شامل لمعتمد جمال وهو اللي وافق على القصه. فينيسيوس سوزا الوضع مختلف تماما. ليه؟ فينيسيوس سوزا كان بعيد الفترة الأخيرة أو بعيد أو ما كانش ليه دعم جماهيري قوي لأن اللاعب أرقامه سيئة جدا يا كريم، أنت بتتكلم إن هو رأس حربة بيلعب في إنتر ناسيونالي البرازيلي في فريق الشباب أو الفريق التاني زي ما بنقول، مسجل 7 أهداف فقط في 29 مباراة، الراتب اللي بيحصل عليه 1000 يورو فقط، لم يتم تصعيده ولا مرة، وفي البرازيل يعني في البرازيل أغلب اللعيبة بيتم تصعيدها مبكرا، بتتكلم في 16 و17 سنة، فاللاعب حتى سن 18 عاما لم يتم تصعيده، وفي وكلاء وشركات تسويق دخلت في الصفقة، والزمالك من أول يوم في الميركاتو يا كريم وهو بعيد خالص عن قصة الوكلاء وشركات التسويق، يعني خالص. دايما يعني ده دي سياسة اتفقوا عليها طبعا بالتنسيق مع كابتن حسين لبيب، إن أي صفقة تتم دون تدخل من أي وكيل، دون تدخل من أي شركات تسويق، حتى لو اللاعب ده هو النجم اللي الجمهور عايزه، أنا مش عايزه وكلاء، وبالتالي موتيابا اللاعب الأوغندي هو اللي الحقيقة الزمالك ده بالنسبة للعيبة اللي في مصر كمان؟ حتى بالنسبة للعيبة اللي في مصر ما عدا أسماء معينة، يعني فتوح القصة معاه مختلفة لأنه واحد من أبناء نادي الزمالك، لكن الصفقات سعيد. اللي بالظبط يعني كانت لسه الصورة معانا بتاعت عبد الله السعيد جنبه وكيله لا ما هي القصة اللي في مصر يعني مختلفة شوية لأن في لعيبة يعني رغبتها خلاص يعني الموضوع محسوم، إنما لو هتتكلم من لعيب من بره ووكيل عايز يتدخل عشان يحصل على مبلغ معين وهيعلي على الزمالك، خاصة إن اللاعب ده مش اللي الجمهور منتظره، فالموضوع صعب شوية. عظيم، حد قال لي اللي كان جنب عبد الله سعيد الكوافير بتاعه. ايوه صحيح صحيح. مش انا قلت حد غريب فيبقى ممكن الوكيل يعني. انا حتى استغربت يعني. ما صح؟ استغربت مني انا ولا انت؟ لما شفت الصورة وانا قلت يمكن اشتغل نازله امبارح يمكن اشتغل وكيل اعتقد كان معاه محمد عاطف. محمد عاطف ده بالظبط، ما هي على حسب اللاعب نفسه بالظبط. بجد والله انا قلت يمكن اشتغل. لا صوره ثانيه يا شباب. انا قلت والله ظنيت ان هو يعني ممكن يكون هو. لا هتقولي صوره عبد الله السعيد ثانيه، مش حد قال لي. بجد والله اصل انا عارف يعني ايوه عارف. عارفين هو كوافيرات دلوقتي وكلاء كريم برضه بيتدخلوا في الصفقه. انا قلت جايز يكون فعلا بقى وكيل والله. بس دي جديده بس هي الصوره دي معناها ان هو كده ليه دور كده واضح ان ليها دور بغض بس كده مدير الكوره استاذ هاني شكري عضو مجلس الاداره عبد الله السعيد، وانت بتقول لي ده الكوافير. دي حقيقه ده كوافير الشعر. تمام خلاص انا عارفه يعني انا عارف انه كوافير وكده فانا استغربت. لا رحت مره يعني رحت مره